لو اجينا نحل exercise صفحة 32 بالactivity book بحكي لنا exercise B fill in with a or an, some or an. تمام؟ طبعا انا في هذه الحالة على ايش بدي اعتمد؟ بدي اعتمد على الاسم الموجود عندي اللي بعد الفراغ، غير هيك بدي اراعي عندي question، عندي نفي. فعشان هيك خلينا نبلش نحل مع بعض. نمبر 1 it is فراغ dog. شو بدي اختار؟ هاي جملة عادية جدا. فهيك انا شو اللي ناقصها عندي؟ ناقصها article. فانا بزبط احكي الارتكل عندي الا وعندي الان. So بقدر احكي it is a dog ولا it is an dog. So الحل الاضبط عندي او الاحسن او الصح اللي هو احكي it is a dog. لو اجينا لنمبر بي have you got فراغ friends. حكيت بدي اراعي عندي جملة مثبتة، عندي نفي او عندي سؤال. عندي هون سؤال، حكينا مع السؤال خلال الشرح شو بدي استخدم؟ بدي استخدم ما بين الصم او الاني، فبدي استخدم اني. اذا الحل هو اني. ليش؟ حكينا لانه الاني بتيجي عندي مع السؤال، فبحكي هاف يو جوت اني فريندز، فبسال هل انت حصلت على اي صديق؟ نيجي للسي، لما احكي اي بوت سم ميلك. I bought some milk. ليش حكيت I bought some milk؟ حكيت بدي اراعي ما عندي نفي، ما عندي سؤال، so الاضبط اني احكي. طيب خلينا ماشي، خلينا نجي للارتكلز. بقدر احكي I bought a milk او بقدر احكي I bought an milk. حكينا الارتكلز بقدر استخدمها فقط مع الاسماء المعدوده. عشان هيك الاضبط هون اني احكي I bought some milk. نيجي لدي. Linda has not got فراغ pets. Linda has not got فراغ pets. هسا لاحظوا عندي هون في عندي نفي اللي هي has not. Has not. ما حكينا مع النفي ما بين الصم والاني ال has not بما انها نفي شو بستخدم معها؟ اني. فبتصير Linda has not got any pets. نيجي لاكسرسايز اي او سوري نمبر اي. لما احكي there is فراغ an فراغ orange on the table. هون بنلاحظ انها جملة عادية ما فيها أي شيء. لما بدي أجي أستخدم أحكي there is an orange، جملة عادية ما فيها أي شيء، فعشان هيك استخدمت معها الأرتيكل an، لأنه في عندي بالاسم اللي بعديها أو اللي هي فول، وحكينا مع الفول بستخدم الأرتيكل an. طبعا هاي الكلام إحنا هذا بنعرفه من زمان. نيجي لإف. لما احكي Andy eats فراغ cheese every day. Andy eats فراغ cheese every day. هسا بنلاحظ كلمة cheese او الاسم cheese هو اسم غير معدود، عشان هيك الاسم الغير معدود بدي استخدم له الصم والاني. عندي ها جملة عادية ما مثبتة ما فيها لا سؤال ما فيها لا سؤال ولا نفي، سو بستخدم معها صم. عشان هيك بتصير Andy eats some cheese every day.